بالخير يا استاذ عادل، الو دكتور حسام، مساء الخير يا استاذ عادل، حضرتك حضرتك سامعيني كده يا سامعني؟ فندم؟ انا الحمد لله تمام كده، سامعاك كده سامعاك. مساء الخير في لحضرتك يا فندم، وتحياتي لحضرتك ولمشاهدي حضرتك الكرام. اشكرك اشكرك فندم. إيه انا بتكلم وخدت المعلومه انه فكره انه لا يوجد فئه عمريه بعيده عن الاصابه، يبقى معنى كده انه حتى الاطفال معرضين. ده كلام مظبوط تماما، والحقيقه الفيروس الكورونا بيصيب كل الاعمار، ومفيش فئه عمريه بما محصنه فيهم من الاطفال. الاصابه بما فيهم الاطفال، وده من بدايه الفيروس، لكن هو ايضا من بدايه الفيروس انه شده المرضى عند الاطفال وصغار السن اقل من غيرهم، وان كان لا يمنع ان احنا لقينا حالات سواء في مصر او على مستوى العالم لشباب صغير، ومع ذلك يعني انتهت بهم الحال الى العنايات المركزه، ويعني بعض منهم فقد حياته مع الاسف الشديد. صحيح صحيح، مع الاسف، ربنا يشفي كل مريض يا رب. دكتور حسام، الجامعات، مستشفيات الجامعيه، نقدر نقول كم مستشفى موجوده دلوقتي لعلاج حالات كورونا، وكم مستشفى خاصه بحضراتكم اتحولت بقت استقبال امراض عاديه، ناس عاديه، حالات طارئه، اي حاجه من دي؟ بس هيك احنا اجمالي عدد المستشفيات الجامعيه كان 115 مستشفى، بالاضافه الى 5 مستشفيات تتبع جامعه الازهر. كنا مخصصين تقريبا ما يقرب من 36 مستشفى للعزل. ايوه، دي مستشفيات مخصصه تماما للعزل، للعزل لكن في تماما. دي المستشفيات لكن اللي ما كانتش بتقبل حالات عاديه. كانت تستقبل فقط، مخصصه لاستقبال حالات المصابه بفيروس الكورونا. لكن بقيه المستشفيات ايضا كان فيها اقسام مخصصه للعزل عند الاحتياج، لانه من الوارد جدا انه يبقى عندي مريض جاي عنده بيشتكي من الزايده او بيشتكي من مشاكل في الكلى، وفي نفس الوقت يبقى عنده كورونا. ده نعرف، اعرف ناس بعض المستشفيات ما استقبلتهاش وهي حالات مش كورونا الا لما اتاكدت انه مش كورونا علشان يدخلوهم المستشفى. هو المستشفيات الغير مخصصه للعزل الاصل انها بتحاول تحرص على الا يكون عندها حالات كورونا، لكن من الوارد ان واحده تيجي في مرحله الوضع مثلا، نعم، في بعض الكشف يتبين ان عندها كورونا، فبالتالي ما كان لازم يبقى في مكان للتعامل مع مثل هذه الحالات داخل نعم المستشفيات الجامعيه بوجه عام. فبالتالي احنا دلوقتي واصلين لجزئيه انه ما فيش ولا مستشفى عزل لديكم كمستشفى لا 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 جامعية. لا احنا لا لا عندنا مستشفيات عزل شغاله، انا قلت لحضرتك احنا لسه شغاله، هو ده اللي انا ما زالت مستشفيات العزل شغاله، لكن عندنا فيها النهارده حالات، فيها من حالات ال قد ايه؟ 36 مستشفى، في مستشفيات وصلت الى صفر اصابات، ما عادش فيها حد الحمد يدخل لله. خلال الفتره اللي فاتت، فالحمد لله بدانا يعني احنا مثلا كان على مستوى القاهره كان عندنا اكثر من 6 مستشفيات مخصصه للعزل، عارف هيك التقسيمه بتعتمد على حجم المحافظه وعدد السكان، والقاهره من اكبر نعم المحافظات، طبعا. فكان فبالتالي عندنا كان ست فيها عدد مستشفيات كبير كان للعزل. النهارده في منهم 3 تم عودتهم الى نظام التشغيل العادي، وبداوا يستقبلوا الحالات العاديه. العاديه. تتوقع ممكن نصل لزيرو حالات كورونا امتى يا دكتور حسام؟ لا يعني انا لا اتوقع انه يبقى في زيرو حالات على مستوى البلد، لا مش بتكلم على مستوى البلد، بتكلم على مستشفيات، يعني فكرة اذا تخطت نسبه التلقيح ال 40 لل 50% ممكن نصل الى زيرو احتياج لدخول المستشفيات من بين الحالات المصابه. 40 وده 50، يعني بنتكلم في 40 مليون مواطن او 50 مليون مواطن. ودي خطه الدوله الحقيقه، نعم، واعلنها دوله رئيس مجلس الوزراء ان احنا عايزين نصل الى هذا الرقم من اللقاحات، والدوله الحقيقه بتسعى بشكل قوي جدا ودؤوب جدا في ظل الازمه العالميه في انتاج اللقاحات على انه يبقى احنا عندنا كميات كافيه من اللقاح، سواء بتنويع المصادر او بالتصنيع المحلي. حضرتك شايف انخفاض عدد الحالات الحمد لله، ده راجع لايه؟ يعني جزء كبير منه راجع للإجراءات الاحترازية، لكن هو وفي نفس الوقت احنا بدأنا النهاردة برضو نطعم أعداد من المواطنين، لكن هي دورة الفيروس الحقيقة هي بتمشي بهذا الطريقة، يعني في البداية بيبقى في انتشار،
الانتشار ده بيؤدي الى انه يبقى في ممانعه عند الناس فبتقل الاصابات. يبدا الفيروس نتيجه لقله الاصابات يبدا يغير من شكله ومن تركيبته عشان يقدر يرجع تاني ينتشر. فده اللي بيحصل الموجه الاولى يعني هو بينخفض عشان يرجع تاني ينتشر. لانه نتيجه للاصابات الكتير بيبدا الناس تكون مناعه للنوع ده او للشكل ده من الفيروس. فيبدا هو يعمل طفرات، وده سبب انه الفيروس بيحصل فيها طفرات. ليه بيعمل طفرات؟ عشان يقدر انه يتغلب على الممانعه والمناعه اللي حصلت في اجسام الناس ويبدا يخش لهم مره ثانيه. فالمطلوب بقى ان احنا التحور بالظبط. فالمطلوب ان احنا التطعيمات بقى دورها انها تحارب امكانيه الانتشار مره اخرى وتدي الجهاز المناعي فرصه لان يتعامل مع جميع الاشكال. وعشان كده الناس والدراسات مهتميه جدا والحمد لله حتى هذه اللحظه لان تثبت انه اللقاحات اللي موجوده تتعامل ايضا مع التحورات. والنتائج الحقيقه الابحاث مبشره جدا سواء على المستوى المحلي او على المستوى العالمي. باي نوع من انواع الفاكسين يا دكتور حسام صح؟ الحقيقه باي نوع من انواع الفاكسين الحمد يعني لله. يعني ما فيش فاكسين سمعته اعلى من يعني كله واخد نفس ال نفس الحقيقه المتوسطات تكون متقاربه جدا في نجاعه وكفاءه التطعيمات اللي تمت الموافقه عليها سواء من منظمه الصحه العالميه او من هيئه الدواء المصريه او من هيئه الغذاء والدواء الامريكيه او من هيئه الدواء الاوروبيه. كل اللي حصل على موافقات الحقيقه نسب كفاءته تكاد تكون متقاربه جدا. دكتور حسام، هل وارد انه يكون في يعني نقول ايه تطعيم او جرعه تعزيزيه، جرعه ثالثه تعزيزيه؟ لا، هو من يعني حتى هذه اللحظه احنا ما عندناش تاكيد للفتره اللي بيستمر فيها الجسم في انتاج الاجسام المضاده بعد تلقي اللقاح. ففي دراسات بتقول ان احنا بنتكلم على 6 شهور، في دراسات بتتكلم على فتره سبعة. اطول من كده. وبالتالي فمن الوارد ان يكون اللقاح موسمي، ده شيء متوقع جدا. بمعنى ان احنا ناخد اللقاح في زي لقاح الانفلونزا، لقاح موسمي. ايوه فبالتالي ده وارد. طيب هل عندنا حالات دلتا كورونا عرفتوا بيها مثلا؟ بص، هيك احنا قمنا بدراسه. احنا في توجيه واضح من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي. على يعني تكثيف البحوث المتعلقه سواء بالفحص الجيني للفيروس او بانتاج اللقاحات او بانتاج او النظر في الادويه الاكثر فاعليه. الحقيقه لحد اخر دراسه عملناها، وانا كنت لسه مع الساده الباحثين يمكن النهارده الصبح، كنا بنفحص عينات كمان جديده. العينه الواحده بيجرى عليها اكثر من 1,000,000 فحص. يعني لما نقول ان احنا عندنا عينه للي عنده كورونا، عينه ماخوذه من المصابين. يبقى معنى كده ان احنا ال 100 عينه دي معناها ان احنا اجرينا عليها 100,000,000 فحص. تمام. فحتى النهارده يعني صباح النهارده كان الحمد لله لم يتم اثبات في العينات اللي تم فحصها من المصابين وجود متحور دلتا في كل العينات اللي فحصناها في مصر. الحمد لله، لانهم بيقولوا انه اشرس واشد انتشارا. هو اكثر انتشارا طبعا، بس ده برضو ما يخليناش نبقى مطمئنين قوي، لانه من الوارد طالما في سماوات مفتوحه وطالما في انتقال انه يرث في اي لحظه. طالما ان احنا بنتكلم لغايه دلوقتي وحضرتك معايا على الهواء في عدد قليل للطعم. لا صحيح، بالظبط كده. وصلنا كام يا فندم؟ عدينا رقم يعني عدينا 5,000,000 ولا لسه برضو احنا يعني الحقيقه الارقام دي اكثر يعني اكثر دقه عند وزاره الصحه، لكن اعتقد ان احنا تخطينا رقم 4,000,000 وشويه يعني. طيب تمام، بشكرك فندم، بشكرك شكرا جزيلا دكتور حسام عبد الغفار.